لو عندنا كيس missing ال upper incisor يعني missing two central وال two lateral. تمام. على حسب وضع القناين ايه، يعني لو القناين البرودونتال هيلث كويس والارج تمام بلس الارش فورم مش في شيب تمام، الاباطمنت في الحاله زي دي هنسند بس على ايه القناين والقناين. تمام. طيب لو الارش فورم في شيب يبقى هنضيف كمان الفور والفور، يعني هيبقى البريدج من الفور لحد الفور. طيب ايه المشكلة او ليه ضفنا اصلا اباطمنت في حالة لو الارش نفسه في شيب؟ الفي شيب بيكون مور تيبر، وبالتالي كل ما كان مور تيبر كل ما بيبقى فيه ليفر ار وستريس زيادة على ايه؟ على البونتج. بص على الصورة دي كده، عندنا فين الانتر اباطمنت اكسس او الفالكرام لاين بتاعنا؟ المفروض هيبقى ايه؟ من القناين للقناين. تمام حلو. الجزء ده لحد الميد لاين بتاع السنترال تمام، ده كله ليفر ارم، لازم يعادله من الجنب التاني تمام، علشان يقاوم الاستريس اللي هتقع على ايه؟ على البونتج. علشان كده في الكيس دي بنضيف اباطمنت، يعني في الحالة لو عندنا ميسنج الفور انسايزر ابر والارش في شيب الاباطمنت بتاعتنا بتكون ايه؟ الفور والقناين. طيب بقى لو عندنا ميسنج انسايزر الاربعة بس لور، لا لو لور هيبقى الاباطمنت بتاعتنا هنا ايه؟ اللور قناين. تمام يعني يبقى من القناين لحد ايه؟ القناين.